شوفوا يا البنات الطريقه باش غادي توضعوها بحال هكا. شتي دابا كيبان بيستاش؟ لا وي دابا كيبان بيستاش. المهم غادي ديروا بحال هكا الكامل الجسم ديالكم، وغادي تخليوها لمده نصف ساعه. شوفوها معايا بحال هكا الحبيبه ديالي، اصلا راه غادي تقصع وغتولي تكركر بحال الوسخيه الزينه ديالي شفتي. وبنات اللي عندهم هاد البلاصه هادي كحله نضغطوا بحال هكا. شفتي يا حبيبة قلبي؟ السلام عليكم حناناتي، والصلاة والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهاد لي النواعم لي الزينوشات، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. اليوم يا غزالات ديالي كما كتشوفوا معايا أنا كنصاوب فواحد الطبريمة زوينة بزاف بزاف، لأن أختكم راها تحرقات بالشمس. تحرقت يا غزالات ديالي بالشمس، صراحة تحرقت بالشمس، وهاد التبريمه رائعه كنت جربتها وعاودتها مره اخرى كما كتشوف. ما عرفتوش باين معكم هذا اللون الاخضر. المهم غنقول لكم المكونات ديالها. درت ملعقه كبيره من إيلان، قيدوا معايا الغزالات ديالي عفاكم. والله ما كنت غادي نصورها، ولكن حيت انا عارفه الفائده ديالها وليت المات كنعجز بزاف، كنعجز انني نصور، لان كنعطيكم مواصفات لي فيها الفائده ولكن للاسف ما كتشافش، فكنقول ما كاينلاش. المهم هذه دابا انا غنديرها قبل الحمام المغربي. شوفوا معايا الرغاوي وشوفوا المكونات كيبانوا لكم، ها هما. المهم غنقول لكم شنو درت. درت ملعقه كبيره من الخزامه المطحونه، خزامه مطحونه، وتكون هذيك البلديه اللي عندها هذيك الوريضه اللي كتكون خضراء، ياكم اللي كتكون موفيه عفوا، وتكون الخزامه خاصها تكون خضراء يعني تكون جديده. وعندي كذلك إيلان او ما يسمى الانجبار او البشنه او حبوب الدخن. درت ملعقه كبيره من إيلان، ودرت كذلك ملعقه كبيره من المايزينا او ما يسمى بنشا الذره او الكورن فلاور، ياك. ودرت كذلك ملعقه صغيره من الحلبه، والخزامه راها معروف انها كتحيد هذيك الريحه ديال الحلبه. ودرت واحد الملعقه من اي نوع ديال جيل دوش ديال الاطفال، ياك يكون ديال الاطفال. وغادي تضيفي الماء على نار هادئه جدا مع التحريك. عندكم تمشيو تحكوا الصابون مثلا وتطيبوه على النار بزاف، لان الصابون البنات اللي ما كيعرفوش يطيبوا الصابون على النار يمكن انهم يحرقوه، وداك الشيء يمكن يسبب لهم مثلا بحال شي حساسيه ولا الله يحفظ. فلهذا من الامن انكم تستعملوا انتوما هذاك ديال الاطفال، اي نوع جل دوش متوفر عندكم ديال الاطفال. شوفوا معايا الغزالات ديالي، المهم راني طفيت عليها، غتخليوها وغتزيدوا شويه د الماء وغتخليوها على نار هادئه جوج دقائق، جوج دقائق صافي، وغادي تطفي. ومن بعد غادي تبقاو تحركوا تحركوا حتى تمشي كاع ديك الرغوه، ثم غادي تبقى لكم هاد الكريمه هادي. هاد الكريمه الاكثر من رائعه اللي بامكانكم تحتفظوا بها لمده 3 ايام، بامكانكم توضعوها كذلك في الثلاجه، غادي تبقى عندكم لمده اسبوع كامل. واحد الحاجه اللي فنه هادي الغزالات ديالي، غادي توضعوها على كامل الجسم. انا الان غادي نخليها حتى تبرد ان شاء الله، عاد غادي نستعملها على كامل الجسم ديالي، حتى الرقابه، حتى بالنسبه للبنات اللي عندهم مثلا الشمس دغيا كتحرقهم، حتى الكوعين الرجلين اي بلاصه، دهني الجسم ديالك كله كله، وخليها لمده نصف ساعه. نصف ساعه طبعا غتخليها حتى تبرد ديال الغزال ديالها. شفتوا اللون ديالها كيخضر؟ هذا اللون الاخضر من الخزامه، الا كانت الخزامه جديده هي اللي كتعطي هذا اللون هذا كما كتشوفوا معايا، شفتوا. المهم انا دابا غادي نخليها حتى تبرد، ياكو، عاد غادي نستعملها وغنخليها لمده نصف ساعه على كامل الجسم. هذه كتستعمل داخل الحمام، ومن بعد ما غادي تغسليها عاد غادي توضعي، ثم من بعد عاد غادي تستعملوا الصابون المغربي او الصابون البلدي كما كيسميوه، اللي هو هذا الصابون البلدي. ثم غادي تخليها الحبيبه ديالي الصابون البلدي على الجسم ديالك واحد شويه، غادي تغسليه، ثم ستكركرين بالوسخ. غادي تكركري الغزال ديالو، غتستعملوا اكيد الليفه المغربيه، وهذا البصفه توب ديال توب.
كنصح بها العريسات اللي قريب العرس ديالهم وعندهم سواد سنين حلين فمهم سنين ودابا بغاو يبيضوا. اجيو تبيضوا، هي هادي هذيك هي هادي الغزالات ديالي. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم. طبعا انا ما قدمتوش لكم بوجهي ولا درت الوصول لان خصها تبرد عاد غادي نستعملها، لان البشره ديالي حساسه والله يا البنات ما كنتش معوله انني نصورها لان كندير معكم مواصفات واعرين ولكن ما كيتشافوش. بارطاجيو الفيديوهات ديالي عافاكم على الفيسبوك وعلى الواتساب باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. التصوير راه ما واضحش فيه والله يا البنات، الا خضر اللون راه خضر، التصوير ما عرفتش هذا اللون اللي داير ليه لون شامو في شكل، المهم ولكن هو راه خضر. اجا فاتي شوفي في تي فوا لا كولور بيستاش نو، شتي لا راه البنات راه اللون لون البيستاش مع هذيك الخزامه، شتي لا ديفيرونس، شتي كاين لا ديفيرونس. كندير لهادي هكا هنايا في الكاميرا كتبان لون شامو وهنا كتبان ليا كولور بيستاش. المهم ما علينا، هاد الوصفه غتستعملوها مره واحده في الاسبوع ومن بعد الغزال ديالي غادي تدهني الجسم كامل ديالك بزيت جوز الهند. ها هي اللي هي هادي ما كتخطانيش الغزالات ديالي، زيت جوز الهند غادي ترطبي بها الجسم ديالك كله. وبصحة والراحة الغزال ديالي. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. الى عندكم اي تساؤل او اي اقتراح كالعادة ما تردكم الى اناميلكم تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائدة. ما تنسونيش باش تدعيوا ديال الخير وترحموا لي على الوالدة. ومرحبا بكم على قناتنا حموشة تي في، راني غندير معكم بث الليلة وغنجاوبكم على كل تساؤلاتكم وكذلك كنقشبوا فيها وكنقصروا فيها مع بعضنا يا اختي. يا كيولي عندها شي مشكل كتخوي لينا قلبها كتفرغ قلبها وحنا كنلقاو ليها الحل، فمرحبا بالجميع. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. المهم غنقول لكم المكونات ديالها. درت ملعقه كبيره من إيلان، قيدوا معايا الغزالات ديالي عفاكم، والله ما كنت غادي نصورها ولكن حيت انا عارفه الفائده ديالها وليت المات كنعكز بزاف، كنعكز انني نصور لان كنعطيكم مواصفات لي فيها الفائده ولكن للاسف ما كتشافش فكنقول ما كاينلاش. المهم هذه دابا انا غنديرها قبل الحمام المغربي. شوفوا معايا الرغاوي وشوفوا المكونات كيبانوا لكم، ها هما. المهم غنقول لكم شنو درت. درت ملعقه كبيره من الخزامه المطحونه، خزامه مطحونه وتكون هذيك البلديه اللي عندها هذيك الوريضه اللي كتكون خضراء، ياكم اللي كتكون موفيه عفوا، وتكون الخزامه خاصها تكون خضراء يعني تكون جديده. وعندي كذلك إيلان او ما يسمى الانجبار او البشنه او حبوب الدخن. درت ملعقه كبيره من إيلان ودرت كذلك ملعقه كبيره من المايزينا او ما يسمى بنشا الذره او الكورن فلاور، ياك. ودرت كذلك ملعقه صغيره من الحلبه، والخزامه راها معروف انها كتحيد هذيك الريحه ديال الحلبه. ودرت واحد الملعقه من اي نوع ديال جيل دوش ديال الاطفال، ياك يكون ديال الاطفال. وغادي تضيفي الماء على نار هادئه جدا مع التحريك، عندكم تمشيو تحكوا الصابون مثلا وتطيبوه على النار بزاف، لان الصابون البنات اللي ما كيعرفوش يطيبوا الصابون على النار يمكن انهم يحرقوه وداك الشيء يمكن يسبب لهم مثلا بحال شي حساسيه ولا الله يحفظ. فلهذا من الامن انكم تستعملوا انتوما هذاك ديال الاطفال، اي نوع جل دوش متوفر عندكم ديال الاطفال. شوفوا معايا الغزالات ديالي. المهم راني طفيت عليها، غتخليوها وغتزيدوا شويه د الماء وغتخليوها على نار هادئه جوج دقائق صافي، وغادي تطفي ومن بعد غادي تبقاو تحركوا حتى تمشي كاع ديك الرغوه، ثم غادي تبقى لكم هاد الكريمه هادي، هاد الكريمه الاكثر من رائعه اللي بامكانكم تحتفظوا بها لمده 3 ايام، بامكانكم توضعوها كذلك في الثلاجه غادي تبقى عندكم لمده اسبوع كامل. واحد الحاجه اللي فنه هذه الغزالات ديالي غادي توضعوها على كامل الجسم، انا الان غادي نخليها حتى تبرد ان شاء الله، عاد غادي نستعملها على كامل الجسم ديالي حتى الرقابه، حتى بالنسبه للبنات اللي عندهم مثلا الشمس دغيا كتحرقهم، حتى الكوعين الرجلين اي بلاصه، دهني الجسم ديالك كله وخليها لمده نصف ساعه. طبعا غتخليها حتى تبرد ديال الغزال ديالها. شفتوا اللون ديالها كيخضر، هذا اللون الاخضر من الخزامه، الا كانت الخزامه جديده هي اللي كتعطي هذا اللون هذا كما كتشوفوا معايا، شفتوا
المهم انا دابا غادي نخليها حتى تبرد ياكو، عاد غادي نستعملها وغنخليها لمده نصف ساعه على كامل الجسم. هذه كتستعمل داخل الحمام، ومن بعد ما غادي تغسليها عاد غادي توضعي، ثم من بعد عاد غادي تستعملوا الصابون المغربي او الصابون البلدي كما كيسميوه، اللي هو هذا الصابون البلدي، ثم غادي تخليها